أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم منادي
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نستينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل من جماعتنا هذا العمل اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فتحت القرى بالسلاح وفتحت المدينة بالقرآن مخلصا خالصا لوجهك لوجهك الكريم يا رب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.